نبي نصير جانب متخصص. نبغى صريحين، ما نبغى يعني يصير الموضوع هو ثناء، لا مثل ما لا لا نتكلم ايه؟ عبد الله يعني بعد شوي بنيجي احنا على موضوع مثلا العاطلين وعلى موضوع الضعف والكفاءات التخصصية. لكن الحين انت قلت انه احنا كويسين في المستشفيات التخصصيه، طيب وين مشكلتنا؟ طيب انا اتكلم عن المستشفيات التخصصيه وهذا جانب ايجابي واضح. المستشفيات العامه مستواها معقول، في نقص بعض التحديات. المستشفيات العامه مستواها متوسط، في بعضها جيده وبعضها متوسط وبعضها اقل من المستوى الطموح. يعني في الجمله متوسط في الى حد ما يعني، بس في مجال تطوير بالتاكيد. طيب. والرعايه التخصصيه نحتاج سوء تحسينها اكثر. الناس طبعا يقول في نعم عندنا رعايه تخصصيه، لكن مو شرط دائما استطيع ان اصل لها. لا انا بدي اتكلم عن وصول الخدمه كذلك، زياده كفاءتها. لا انا اتكلم عن الجوده، عن الكفاءه. التحدي حقيقه عندنا، او خلينا نقول الفرصه التطوير الكبيره، هي نقطه الرعايه الاوليه. نقطه الضعف وين؟ مراكز الرعاية الأولية أنا دائما أكون متفائل أقول هي نقطة فرصة تطوير، هي في مراكز الرعاية الأولية. الرعاية الأولية أقول لك فيها تحديات عندنا كبيرة، لا ترقى للمستوى الذي نطمح له، ومراكز الرعاية الأولية هي خط الدفاع الأول، وهي بالتأكيد سيكون لها دور محوري في التحول لدينا. حاليا أنا أزور مراكز الرعاية الأولية، بعضها حقيقة لا ترقى مستوى الطموح، وبعضها لا ترقى أن تكون حتى في بلد مثل السعودية. بعضها حقيقة فعلا ليس، أنا فعلا أدخله وأضايق جدا من مستواها، وتحتاج إلى تطوير جذري وكبير. فهذا ضمن المستهدفات أن يكون في نقلة نوعية. كان عندنا قبل سنتين تقريبا 50% من المستأجر استطعنا معالجة الكثير منها. كم هي 2700 2000 حاليا 2400 2400 اي كان عندنا تقريبا قبل سنتين 50% من المستأجر، الآن 30%، وننوي خلال الخمسة سنوات القادمة أن يكون فيها نقلة نوعية. وش النقلة؟ وين بنوصل؟ في 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 مراكز الرعاية الأولية، وش النموذج الحديث اللي المفروض أنه يصير؟ يعني أنت تكلمت عن نموذج الرعاية الأولية، في دولة في العالم حنطبق النموذج حقها؟ طبعاً أنا ذكرت لك أن بريطانيا هي الدولة المتقدمة حقيقةً، إذا كنا التقييم الدولي لأفضل نموذج رعاية، بريطانيا تعتبر النموذج الأفضل. كثير من برامج التحول عندنا ماخذة من بريطانيا بشكل كبير، كندا وبعض الدول، بس الأصل الأكثر من بريطانيا بالتأكيد. طيب